السلام عليكم. اليوم نروح الولايه تعجيجا لنقف على الاشغال نتاع المستشفى الجامعي اللي ولايه جيجل واللي انطلقت هذه مده بضعه اشهر حوالي 3 اشهر. اذا نشوف انه الاشغال ما زالت متواصله وانه هذه المستشفيات الجامعيه ذات 240 سرير هي تدخل في اطار برنامج وطني شامل اي يعني يعم كل التراب الوطني. نخليكم تتابعوا ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.